يعاني الكثيرون من ترهلات في الجلد، خصوصا بعد انقاص الكثير من الوزن في فتره قصيره، فالى اي مدى يمكن شد الجلد بالتمارين الرياضيه؟ للاجابه ينضم الينا من جده مدرب الرياضه فواز طاسان. صباح الخير فواز. يعني صباح النور. اهلين. في ناس، يعني في اكثر الناس اللي من بعد ما يخسروا وزن طبعا بيعانوا من شيء اسمه ترهل في الجلد، ولكن في ناس بتشكك انه لا، شو ما سووا رياضه وشو ما راح يعملوا هذا الجلد مستحيل ينشد. فمتوجه لك تنتعرف اذا كان هناك في تمارين رياضيه فعلا بتساعد على شد الجلد. التمارين الرياضية اللي تساعد على شد الجلد هي التمارين اللي تزيد الكثافة العضلية. لو كان شد الجلد هذا بشيء مقبول، يعني زيادة شوية، يعني زايد عن المحتوى العضلي شوية، معناته لو زاد العضلات شوية راح يتحسن وضع الجلد. ولكن إذا ما تحسن وصار الجلد زي الورقة، وقتها ممكن يلجأ لطبيب. غير كذا ممكن يتحسن عن طريق التغذية الصحيحة، أنه يتغذى على بروتينات عالية وكربوهيدرات عالية مع المعادن والفيتامينز اللي تحسن من مستوى الجلد. يعني هو اللي بيصير فواز، يعني بنكبر العضل لحد ما ينفخ، يعني لحد ما ويعبي الفراغ بين الجسم والجلد. ايوه. ولكن لو كان واحد مثلا وزنه جدا جدا عالي، كان 160 ونزل نزول سريع الى 80 مثلا، راح نشكك فعلا في التمارين. طيب فواز، بشكل الافضل اللي يفيدوا في الموضوع هذا نهائيا العمليه الجراحيه. بس سريعا بس عشان ندخل في بعض التمارين، اولا ايش اهم او اسرع الاماكن اللي ممكن يكون فيها شد، او الشد يجيب نتيجه من ناحيه او من خلال التمارين الرياضيه؟ اوكي، اول شيء دائما الصدر. اوكي، الصدر لو يتمرنوا للزوايا الكامله للصدر، اول زاويه اللي هي الزاويه الاساسيه بالشكل هذا، يتمرن وزن يقدر يجيب فيه العشرة بصعوبة، ما يكون وزن جدا خفيف. هذه للجهة الأمامية للصدر العادية، هذا كذا للجهة السفلية من فوق لتحت، وكمان للجهة العلوية في الصدر نفس التمرين، ولكن حيكون على فوق. كذا هو غطى الزوايا حق الصدر كله. الشيء الثاني اللي دائما يترهل هو البطن. البطن يتمرن برضه باوزان. طبعا هنا هذا الجهاز نغير فيه الاوزان من هنا بالشكل هذا، واحد اثنين ثلاثة. وفي تمارين هذا لو كان في النادي، بس لو كان في بيته في نازلة ترند الان في الرياضة، شيء تتمرن بوزن الجسم، هوريكم. اوكي، مثلا لو قلنا كذا راح يكون للظهر. فواز، يعني بتصور من اكثر المناطق اللي عاده خصوصا النساء اللي بتعاني من ترهل فيها هي منطقه يعني الترايسبس، او تحت يعني قفا اليد. يا ريت تعطينا تمارين على هالمنطقه للتراي. طبعا لو استخدمنا هذا الجهاز ممكن نستخدمه بالشكل هذا. زبير للنساء فواز، للنساء هيدي صعبه على النساء. لا صعبه، انت بتروحي البيت. صدقيني هذه سهله. شوفي كيف نتحكم بالسهوله والصعوبه. لو قدمت زي كذا، انت تخلق المقاومه اللي جسمك محتاجها. شوفي، انت تخلق المقاومه اللي انت محتاجتها. يعني مش لازم استخدم وزن جسمي مثلا عشان انا، يعني كل ما كنت يعني مستقيم يصير التمرين اسهل، والشخص يحدد الصعوبه يعني اسهل، وكل ما ميل جسم وزن جسمي اكثر يصير اسهل. وممكن بالدامبلز العاديه، نستخدم الدامبلز العاديه. هذا جدا مناسب للتراي. وكمان موضوع اللي هو على الكرسي او على الكنبه فواز، للي ما عنده يمكن اجهزه رياضيه في البيت، اللي ما عنده اجهزه رياضيه على الكرسي ننصحه يسوي بالربر باند، وتغذيته السليمه راح تكبر العضلات. ولكن للبطن راح يكون مثلا لو في جهاز زي كذا على الكرسي، او للافضل يسووها واقفه. ليش لازم كرسي؟
طيب شو كمان في عندك تمارين؟ يعني شو هي المناطق بتصور يعني يعني ما بعرف شو هني كمان المناطق اللي بتعاني من كل شيء الفخذ حتى المؤخرة فواز المؤخرة هذا تمرين قد سويته لكم قبل كذا برضو بالشكل هذا جميل ممكن هي ممكن سهلة. كمان بالشكل آخر أيوه احنا راح نخليك انت كمل تمرينك فواز كمل تمرينك احنا في يعني في هذه الاثناء راح نشكرك لتواجدك معنا طبعا دائما مدرب الرياضه فواز التصان الوقت لم يسعفنا ولكن موضوعنا كان عن شد الترهلات شكرا جزيلا لك